خبر اولي عدنا عن الشيء الصادم اللي هز السوشيال ميديا واللي هو انفصال احمد حسن وزينب. فما يعرف شنو صار يا حبايب انه حساب احمد حسن وزينب اثنيناتهم شالوا كل الصور المشتركه اللي بين احمد حسن وزينب. كل الصور حاليا شالوا كل الصور. وبنفس الوقت يا حبايب احمد حسن شال من البايو مالته انه هو متزوج من زينب. ولا ما حبيهم طلع وفسر شنو قاعد يصير ولا نزلوا ستوريات، هذا خلى هم متابعين يستغربون ويتوقعوا انهم انفصلوا عن بعض، خاصه انه شالوا الفولو على بعض. طبعا يمكن اكيد يكون الموضوع عباره عن مقلب واكثر وعباره عن كذبه، ولكن صراحه ما ادري. كل ما علينا ننتظر ونشوف شنو اللي قاعد يصير. طبعا ان شاء الله يا رب يكون صار اي شيء بيناتهم وان شاء الله يرجعون لبعض. واكتبوا لنا حبايب الكومنتات هل تفرحتوا او زعلتوا بهذا الخبر. ننتقل حاليا انا شايب وصل قناتي باليوتيوب لل 3 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انكم تباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا نور مارو تنزل شويه ستوريات قاعد يعني من خلالها انه اليوم راح ينزل مقطع على الساعه بالأربعة، وهذا المقطع راح يكون ويا غيث مروان. ومن الصوره المصغره واضح انه الفيديو راح يكون كلش ناري، هو خافي شيء معين، حطكم الستوريات تشوفوها. بتصدق صاحي من الساعه 2 الظهر بس هلا لحتى قمت من التخت، لان معني ماني ماسك لا موبايل ولا شيء، بس هيك واقف واقف متسطح بفكر بس مو اكثر. فدايم بكره في فيديو على اليوتيوب، حتى مونتاج ما عملت بهالوقت كله. وبالاضافه يا حبايب انه يار نزل شويه ستوريات عند تعلم بخلالها عن تنزيل المقطع اليوم راح تنزله على الساعه بالأربعة ونص. وحسب ما قالت انه ما راح تتوقعوا منهم الاشخاص اللي صورت وياهم المقطع، فهل تتوقعوا انه يمكن صورت ويا مريانا او فرق فنبولي؟ ما ادري، احطكم الستوريات شوفوها. صباح ومساء، بس المهم بدي احكي لكم على فيديو بكره الساعه 4 ونص. كونوا جاهزين كلياتكم، فيديو بكره حيكون بجنن بكل معنى الكلمه، راح تحبوه كثير 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 كثير. صورت مع عالم ما تتوقعوا ان انا ممكن اصور معه. وطبعا كثير احباب بالكومنتات المقطع من متحمسه اكثر بين يارا ونور. وننتقل حاليا لغيث مروان وتنزل شويه ستوريات كانت ويا شيرو قاعدين من خلالها عن تنزيلهم مقطع ويا بعض، راح يكون عباره عن اسئله كوشناريه وفضايح وشويه ستوريات كلش مضحكه لغيث مروان. انصح الكل يشوفها. شوفوها برو، انت هيك طبيعتك نكدي ولا ليش عملت؟ ما بعرف، حاسك هيك طالع بالسياره ساكت ولا اغاني ولا خرابيط. هدي شايفني معصب قلت لي هدي هدي عم بحكيك على الموضوع. هدي ليه عم تاخذ كل شيء بالحرف؟ اوكي هدي هاي، شو عرفني انت؟ بما انك مش منكد، شو رايك تغني لي؟ غني لك؟ ايه، شو رايك تغني لي غنية هيك؟ بدك اجرب النكد. اخلص خلص. كيف ممكن تثبت للواحد انك انت عن جد مش منكد؟ تضحك له. ايه تضحك لي. المنظر يعني انا ما بعرف، حاليا رايح حاليا رايح افضح حالي. انا رايح بصور فيديو على شيرو، قال لي تعال بدي اسالك كم سؤال خطيرين. حيجي العيد حيجي العيد حيجي العيد. ليك هلا انا متعود عليك، اوكي؟ لما تكون انت نكدي هيك ويعني ما حدا طايقك وقرفان منك وما حدا شارك من ارضك. المهم اوكي اوكي بس بدي اياك هلا لما يجي شيرو حاول تضلك تضحك وهيك تسمع، اوكي؟ والله اتصنع الضحكه يعني؟ يس. لا حبيبي انزاد يلا. اهلين شيرو. هلا. صح سوري. شو شو قلنا تضحك بس بالوقت الصح؟ ما لا سوري، هو شو وقت غلط او شيء؟ لا 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 اكيد افضح عينك. شيرو شو حاط ريحه؟ ايف سان لوران. ليش؟ جيده جدا معلم، جيده جيده جيده. والله سلي عندك بس. لا والله وبصل يا حبايب وصلت المقطعات من مقطع عجبكم اليوم يا حبايب، راح تنزلكم على القناة الثانية مقطع كلش رهيب. الرابط بالوصف الكل يشترك بالقناة وبس. شنو كيف زي مقاطع بمكتب القصص. مع السلامة.